وطن منحازون للحقيقة. أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص مع مدير عام مؤسسة ريف للتمويل الأستاذ سميح صبيح. أهلا بك أستاذ سميح. أهلا وسهلا بكم أستاذ سميح. بداية يعني هل لك أن تعرف لنا وأيضا للمشاهدين على طبيعة مؤسسة ريف للتمويل وعملها أيضا؟ هي شركة ريف للتمويل الصغير. هي شركة أنشئت في عام 2007 ومارست أعمالها في عام 2008. هي شركة تستهدف إيصال خدمات التمويل لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين وخصوصا في مناطق الريف، لتمكينهم من تمويل مشاريعهم، البدء بمشاريع جديدة، تحسين دخلهم، خلق فرص عمل. فرسالتها هي تمكين الريف من الحصول على التمويل اللازم. يعني من اسم الريف. من اسم الريف. هي شركة إنها بتركز على مناطق الريفية، تطوير الريف، وبتركز حقيقة على القطاع الزراعي. ولكن عملها ليس محصور على القطاع الزراعي، وإنما أيضا على القطاعات الإنتاجية والمدرة للدخل. أي قطاع يخلق فرصة عمل لأصحابه أو لعمال، أو أي قطاع يخلق دخل إضافي للأسر، هو من أهدافنا ومن الأسواق المستهدفة لشركة ريف. منذ أيام قليلة احتفلت ريف بتأسيس بمرور 10 سنوات على تأسيسها. نحكي عن هاي المدة الزمنية اللي مش قصيرة، شو بتعني بالنسبة لريف؟ وأيضا نتحدث عن إنجازاتكم خلال هاي الفترة الماضية. نعم، شركة ريف فعلا يعني احتفلت بمرور 10 أعوام على تأسيسها. هي عملت بصمت خلال 10 أعوام من خلال فريق عمل استطاع الوصول إلى 84% من التجمعات السكنية الفلسطينية. وهذا يعني نسبة كتير مرضية، إنه ضباط الإقراض عندنا وموظفينا استطاعوا الوصول إلى معظم مناطق فلسطين. إنجازات الشركة تميزت وتمثلت في قدرتها على تدوير وصرف الأموال أكثر من مرة، بالرغم من أنه رأس مالها اليوم وصل حوالي 7 مليون دولار، إلا أنه هي استطاعت أنها تصرف حوالي 50 مليون دولار. استفاد منها مجموعة كبيرة من الأسر الفلسطينية. هذا التدوير هو مؤشر نجاح كبير. المؤشر الأساسي كان بالنسبة لنا، ويمكن أفضل مؤشر للحكم على نجاحنا، اللي هو إمكانية الوصول. إحنا بالآخر شركة غير ربحية، هدفنا الوصول للمواطن وتمكينه من الأكسس تو فاينانس، يعني أنه يحصل على التمويل. لذلك هاي المؤشرات تؤكد بأنها الشركة فعلا نجحت في مهمتها بإيصال هاي الأموال أو هاي القروض إلى مستحقيها من الناس اللي يعني ينتظرون فرصة من أجل عمل مشاريع خاصة بهم تدر دخلا عليهم وتخلق فرص عمل. كيف ممكن المواطن يستفيد من الخدمات اللي عم بتقدمها ريف؟ شروط الاستفادة كيف ممكن؟ احنا شروطنا يعني بسيطة وواضحة. احنا بنركز على الناس الجديين اللي عندهم مشاريع جاهزة من ناحية دراسة، جاهزة من ناحية خبرة، من ناحية قدرة صاحب المشروع على إنجاز هذا المشروع. الشروط توثيقية قانونية، توثيق الدين من حيث المدين والكفلاء، ومن حيث توفر كمان السمعة الجيدة. احنا بنركز يعني على انه يكون المقترض ذو سمعة جيدة وعنده التزام، وهناك مشروع فعلا قابل انه يتحقق وقادر كمان انه يدر دخل لصاحبه. أعتقد هاي شروط جدا بسيطة. يعني موضوع الجدية هو موضوع مفروض أنه يكون بسيط وواضح، وهو حجر الزاوية في العمل الائتماني كله، أنه شخصية المقترض، سمعته، التزامه، ووجود مشروع ذو جدوى اقتصادية ولو كان صغير. صحيح. إنما أنه المقترض عارف شو اللي بده إياه، وعارف المشروع، وعنده سوق،
وتعبان على صحيح. دراسة مشروعه، وبالتالي بده فرصة أنه يتمول وينجح المشروع. حكيت على نقطة كتير مهمة اللي هي فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة. اليوم برأيك قديش مهم دعم هاي المشاريع الصغيرة وتوفير مؤسسات فعلا تمول هاي المشاريع الصغيرة؟ وإحنا بنحكي اليوم عن يعني ارتفاع في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، قديش كان لريف أيضا دور في هذا السياق؟ نعم، يعني سؤال جيد. يعني حتى نكون واقعيين، يعني إحنا كلنا بنعرف اليوم مشاكل الاقتصاد الفلسطيني صحيح. وتبعيته، وكمان ضعف الاقتصاد الفلسطيني واعتماده على المانحين والمصروفات والنفقات الحكومية. الدراسات المحايدة أثبتت أنه الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة تفوق 95% على المنشآت اللي احنا بنسميها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، MSMEs مايكرو فاينانس سمول اند ميديوم انتربرايزز. هاي المنشآت تشكل 95% فأعلى إن لم يكن أعلى من الاقتصاد الفلسطيني. لذلك تبرز من هاي المعلومة أهمية دورنا كشركة ريف وأهمية دور قطاع الإقراض الصغير في فلسطين، لأنه تنمية هذا القطاع هو تنمية الاقتصاد. صحيح. لذلك إحنا أنت بتحكي عن نسبة كبيرة، نسبة عالية جدا، وهذه تميز الاقتصاد الفلسطيني. الاقتصاد الفلسطيني حقيقة لا يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الكبرى. المؤسسات الكبرى معدودة في فلسطين، لأنه إحنا يعني بالآخر بلد صغير واقتصاد صغير. لذلك هو بيعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الفردية. تنمية هذا القطاع ودعمه والاهتمام به وإيصال التمويل له، أنا برأيي هو رافعة اقتصادية للبلد ورافعة اقتصادية للناس. توفير دخل إضافي للأسر، دعم الاقتصاد المنزلي، دعم المرأة، توفير فرص، خلق فرص لمشاريع الشباب، مشاريع ابدأ مشروعك. هاي كلها أنا رأيي لها أثر كبير في الاقتصاد الفلسطيني. إذا تضافرت الجهود وتم التركيز أكثر عليها في المستقبل ستؤدي إلى نتائج إيجابية أكبر. اليوم ليش بنحكي، إذا بنحكي عن السبب اللي دفع ريف استهداف المناطق المهمشة، هل هناك تقصير من الجهات الثانية تجاه موضوع الريف الفلسطيني؟ قديش مهم تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في هاي المناطق، وإحنا بنعرف إن هاي المناطق مستهدفة من قبل الاحتلال؟ مظبوط. يعني إحنا ما بنقدر أو ما بنقدر نستنتج إن هناك تقصير من جهة ما. إحنا اللي بنقدر نقوله إنه على القطاع الخاص والقطاع الأهلي وأي قطاع قادر أنه يوصل لهذه الفئات ويوفر لها سبل العيش الكريم وسبل إيجاد مشاريع، لأنه في كثير مناطق بكون فيها خبرات وبكون فيها ناس عندها اللي إحنا يعني المهارات اللازمة لإدارة مشروع خاص بها، ولكن لا يتوفر التمويل. بالإضافة لموضوع التمويل، يعني إحنا ممكن من يعني كمان لازم نتطلع أكثر على توفير الدعم الفني، تكنيكال أسيستنت، سواء كان خلق مهارات إدارية لدى، يعني ممكن في كثير ناس أصحاب مشاريع وعندهم الفكرة يعني مهضومة وجاهزة، ولكن ليس لديهم الخبرة الإدارية والمالية في إدارة المشاريع. يمكن يحتاجوا كمان لدعم في هذا المجال، مش بس من شركة ريف، من كمان من جهات تانية، وفي جهات كمان يعني ولو مساهمات صغيرة يعني استعدت إنها مثلا على سبيل المثال انه نعطي باكج نظام محاسبي فري مجانا، وهي نقطه كثير ايجابيه. يعني احنا مش لازم بس نركز على التمويل، لكن يجب ان يتم التركيز ايضا على وجود استشاره، وجود دعم فني، وجود تدريب وتاهيل في المجالات ذات العلاقه حسب خصوصيه كل مشروع، حسب خصوصيه كل منطقه. اليوم عمل ريف يقتصر على الضفه الغربيه ولا قطاع غزه؟ ريف تعمل ريف منذ نشأتها تعمل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، ولها تواجد في شمال الضفة، في وسط الضفة، وفي جنوب الضفة، في شمال القطاع، في وسط القطاع، وفي جنوب القطاع. لنا تغطية جغرافية جيدة، ضباط الإقراض عندنا يستطيعون الوصول إلى كافة المناطق الفلسطينية. اليوم لما نتحدث عن مؤسسات الإقراض يعني الصغير في فلسطين، وين ريف بتلاقي حالها بين هاي المؤسسات وشو رؤية ريف؟ لا شك إنها ريف كشركة إقراض وشركة غير ربحية ما زالت يعني صغيرة الحجم، ولكن لسه صغيرة جدا، يعني حجمها جيد. إحنا اليوم رأس المال عندنا 7 مليون دولار، وهذا تطور نوعي وإيجابي، وعندنا مجموع المحفظة تجاوز 12 مليون دولار، صرفنا 50 مليون دولار دورناهم كما ذكرت. نحن نرى شركة ريف في المستقبل هي شركة كبرى
في مجال الإقراض الصغير، تستطيع الوصول إلى معظم المواطنين الفلسطينيين، ولها تواجد، لها فريق مدرب ومؤهل يستطيع أن يقدم خدمات مهنية واستشارية ودعم فني في إيصال وتمويل الفئات المختلفة، ولها أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تناسب فئات المجتمع المختلفة مع التركيز على القطاعات المنتجة كالزراعة وتطوير الريف. هذا بدفعني يعني للسؤال الأخير اليوم في هذا اللقاء، خططكم واستراتيجيتكم للمرحلة المقبلة. خططنا واستراتيجيتنا تتركز على تطبيق وتطوير خدمات ومنتجات تمويلية جديدة ومتنوعة بالعمل مع شركائنا، التركيز على موضوع التمكين الاقتصادي وجعله أحد استراتيجياتنا المهمة، حيث لدينا شركاء مهمين وبرامج مبدعة في موضوع التمكين الاقتصادي، كبرامج تشجع الشباب على يعني البدء في مشاريع، العمل مع الجامعات، ونحن بدأنا فعلا بالعمل مع الجامعات على إنشاء ما يسمى بالمشاريع الجماعية، وهذا برنامج تمكين اقتصادي ضخم. وعندنا كمان برامج أيضا مع المؤسسات والجامعات من نوع مختلف أيضا متخصصة في التمكين الاقتصادي. سنركز أيضا في خطتنا على أن نجد شركاء أكثر لتوفير دعم فني أكثر للفئات المستهدفة من استشارة ودعم فني إداري ومالي وتأهيل، وأيضا سنركز على وجود مرونة في التمويلات من حيث طبيعة المنتج ومن حيث حاجة المواطن، تعزيز التواجد الجغرافي كمان، تعزيز كادرنا، وطبعا التأهيل وتطوير الشركة مستمر. لنا نظرة مستقبلية بالعمل أكثر على توفير أو استغلال التكنولوجيا المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل سهولة الوصول إلى أماكن بعيدة. اليوم إحنا زي ما بتعرف شركات الموبايل الفلسطينية صحيح. أطلقت 3G، نحن فعلا يعني من فترة من ننتظر ومنفكر وعندنا خطة إنه كيف بدنا نستغل هاي الميزة من حيث توفير وسائل لضباط الإقراض الميدانيين من أجل سهولة المعالجة، معالجة طلبات القروض مثلا على سبيل المثال، معالجة عمليات القبض والصرف بشكل سريع، استخدام تقنية 3G للوصول إلى مناطق بعيدة مع رفع الرقابة على عملياتنا. هذا سيؤدي لنقل نوعية. نحن نفكر في الاستثمار أكثر في البنية التحتية التكنولوجية. لدينا أيضا تفكير في موضوع إحنا نسميه الناشونال سويتش، اللي هو نظام المدفوعات المحل الذي تديره سلطة النقد ما بين البنوك. سنرى إمكانية دخول شركات قطاع المايكرو فاينانس إلى هذا الشبكة، حيث ستمكن من سهولة تحويل الأموال داخل فلسطين بشكل سريع وآمن. نعم، يعني كل التوفيق لكم أستاذ سميح، مدير عام شركة ريف للتمويل أستاذ سميح صبيح، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم، أهلا وسهلا. وطن منحازون للحقيقة.